يعني ايه ناخد الاراء من كل النقاد الرياضيين الموجودين على الساحه ويقولوا لنا برضو شايفين المشهد ازاي اللي قدامنا. استاذ محمد ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ كريم، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. يعني كلامنا كله النهارده عن اللي بيحصل في مصر، موضوع الالتراس، موضوع القضيه، الادله الجديده اللي النائب العام قال ان في ادله جديده في القضيه، ارتباطها بالدوري، ارتباطها بالاحداث، المشهد كاملا يعني بتشوفه ازاي؟ والله يا استاذ كريم كابتن، يعني المشهد محزن ومؤسف جدا. يعني مش هنتكلم طبعا عن الادله الجديده، دوت حاجه تبع النائب العام هو اللي قدمها، وان كنت انا اشك في ميعاد تقديمها وشايف ان ده امر سياسي اكتر منه جنائي، علشان ابعاد يعني مساله النطق بالحكم يوم السبت عن المظاهرات اللي هتحصل يوم الجمعه يوم 25 يناير، خوفا من حدوث اي يعني المزيد من الاضطرابات في البلاد. طيب. للاسف الشديد النهارده ألتراس الاهلي يعني عمل تصرفات انا يعني مش راضي عنها خالص، يعني الناس كلها كانت يعني شايف الناس النهارده كانت في قمه الغضب منها، لان للاسف المجزره حصلت في بورسعيد يا كابتن كريم. لو انت عايز تعاقب حد او ما تروح بورسعيد تعاقب الناس اللي يعني روح وقف الشوارع في بورسعيد، روح حاصر المنشات الحكوميه في بورسعيد. لا برضه انا مختلف معاك في دي، روح بدون اشتباكات، ولكن روح عطل. لا مختلف معاك في النقطه دي يا استاذ محمد، ما ينفعش. يا كابتن كريم اهل القاهره ذنبهم ايه النهارده اللي حصل يا كابتن كريم؟ يعني عشان يتوقف مترو الانفاق وكوبري 6 اكتوبر والكلام ده كله، الناس الموظفين كانوا واقفين في الشوارع مش لاقيين مواصلات، يعني الناس متعاطفين. يعني انا مش عايز الالتراس يفقد تعاطف الناس، قضية الألتراس واضحة وكل الناس متعاطفين مع ألتراس الأهلي، وكل الناس بيبصوا بالعشرة إن هم ضحايا وإن هم وقعوا لخديعة، خديعة كبيرة جدا، يمكن أبعادها مش هتنكشف دلوقتي، يمكن للأسف الشديد مفيش المستندات اللي تقدر إن أنت تتكلم بيها على مسؤولين كبار، ولكن الألتراس بالفعل كانوا ضحايا، فمش عايزين الألتراس يتحولوا من أصحاب حق إلى يعني ناس ظالمين لغيرهم. النهارده الاحداث حصلت في بورسعيد، يعني بالمنطق كده هتكلم بمنطق بالعقل، اللي ايه ذنب المواطنين في القاهره ان انت تعاقبهم؟ ايه ذنب المواطنين في القاهره ان هم مش عارفين ان هم النهارده الحياه كانت متوقفه تماما في ال وبرضه عايز برضه اقول لك حاجه، ايه ذنب المواطنين في بورسعيد ان هم يتعاقبوا؟ لا انا بكلمك بمنطق الاحداث حصلت جوه استاد كوره مش جوه. انا يا كابتن كريم انا بكلمك على اضعف الايمان، يعني كلامك صح بس انا برضو يعني ايه مختلف معاك في الحته بتاعت ايه اللي انا اروح اعاقب بورسعيد ما اعاقبش القاهره، لا يعني في قضاء وهو اللي يحكم، مش قصه عقوبه مدينه او مدينه تانية. انا بكلمك يا كابتن كريم على اضعف الايمان، لو انت قررت ان انت تاخد حقك بايدك وخلاص خليت الدوله دي على جنب وقلت ان مفيش انا مش معترف بالقضاء ولا معترف باي حاجه هتاخدها الدوله لان ده حاجات مش مظبوطه، فهتاخد حقك بدراعك. ده انا بكلمك على اضعف الايمان، انا مش مقتنع بالكلام اللي بقوله لك، ولكن انا بكلمك على اضعف الايمان، لان انا بقول لك النهارده انا شفت الناس بعينيا النهارده في الشوارع، الموظفين خارجين وقت ذروه الخروج زي ما الناس كلها عارفه في اوقات معينه في الشوارع، الناس كلها واقفه مش لاقيه مواصلات، حتى التكوسه، يعني اللي عنده استعداد كان يركب تاكسي النهارده مش لاقي تاكسي يا كابتن كريم. الناس دي تعمل ايه؟ الناس دي كانت النهارده مختنقه ومحتنقه لاقصى درجه. انا نفسي بس انا مش هقول لك نقعد بقى يعني الناس يبقى في الدوله تقعد مع الالتراس او ان يبقى في الحكماء او العقلاء، لانه واضح ان الالتراس ما بيستمعش لصوت حد خالص، ما بيستمعش غير لصوته هو ولقضيته هو. انا بس نفسي بناشد الالتراس او بناشد المسؤولين في الناس اللي هم الكابوات اللي في الالتراس، انتوا اصحاب حق ما تضيعوش الحق دوت بشويه يعني بشويه انفعال زائد، انتظروا لغايه ما نشوف المحكمه هتقول ايه. المحكمه يوم السبت في اكتر من سيناريو، يعني ممكن المحكمه تمد الاجل في النطق بالحكم علشان تشوف المستندات الجديده، ممكن ان المحكمه ترفض الادله الجديده دي وتنطق بالحكم والحكم يجي لصالح الالتراس او يجي لصالح النادي المصري. احنا عايزين حكم عادل يا كابتن كريم في النهايه، مش عايزين نستبق الاحداث، مش عايزين نشوف في تهديد ونشوف في وعيد، عايزين بقى البلد انها تمشي. الكلام ده على فكره مش كلام نظري ولا كلام يعني انا بقوله لمجرد الاستهلاك الاعلامي، ولكن صدقنا يا كابتن كريم الناس في البلد كلها دلوقتي خلاص اتخنقت، مظاهره لمظاهره لاعتصام للكلام دوت، كل ده ما ينفعش يا كابتن كريم. يعني انا مش يعني زي ما قلت لحضرتك كده خلاص احنا فقدنا الامل ان احنا اي حد يتواصل مع الالتراس او اي حد ان هو يعرف يقنع الالتراس، فالمفروض الالتراس يعيد النظر في بس طريقه التعامل بتاعه، شوف مين اللي هو المذنب الحقيقي، تعامل معاه. طالما انت بتاخد حقك بدراعك وطالما انت
لجأت لشريعة الغاب وإن مسألة البقاء للأقوى وكل واحد ياخد حقه بدراعه، شوف مين اللي خد حق منك أو شوف مين اللي ظلمك وتعامل معاه، ولكن المواطنين ما لهمش دم. ده اللي عايز أقوله. تمام، بشكرك الأستاذ محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي في جريدة المصري اليوم، وعايز أخرج من القصة دي يا إسلام بعد إذنك، يعني إيه